بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا وسهلا بكم في قناتكم. لاول مره تشوفوا القناه، اتمنى تضغطوا على كلمه اشتراك وتفعلوا الجرس وكمان تعملوا لايك للفيديو لمزيد من فيديوهات الاسكان الاجتماعي. بعد انتهاء الاعلان الثالث عشر للاسكان، تطرح الاعلان الـ14 لشهر الاسكان الاجتماعي ب6 اكتوبر والعبور وبدر، وفي اطار خطه الدوله لتوفير سكن ملائم لكافه فئات المجتمع خاصه محدودي الدخل، تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ عدد من المشروعات السكنية على كافة المستويات، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر. كما تطرح وزارة الإسكان يوم الثلاثاء المقبل أراضي سكنية ب18 مدينة جديدة. سيتم التجهيز لطرح الإعلان الجديد لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الإعلان الـ14، وذلك بعد الانتهاء من فرز الإعلان الـ13 الذي تم الانتهاء منه التقديم يوم السبت الموافق 25 يوليو الحالي. وأكدت المصادر أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي سوف يشمل عدد من المدن الجديدة، وهي القاهرة الكبرى، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العبور الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المدن والمحافظات الأخرى. وأعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق أنها ناقشت آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدود الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة. ووجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتجهيز أراضي متنوعة بالمحافظات والمدن الجديدة وطرح الإعلان على الوحدات لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان. وقالت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم التنسيق على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضي بالمدن الجديدة، بجانب مخاطبة المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتحديد الأراضي المتاحة بالمحافظات. وتوقعت المصادر أن يشهد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ14 استقرارا في الأسعار وفقا لأسعار الإعلان الـ13 الذي تم الانتهاء منه اليوم، حيث تتراوح الأسعار ما بين 184 وحتى 197 ألف جنيه.